بالنسبة لتعاون أعمال العمل التخطيط التنموي مع مختلف الجهات الحكومية، هذا التعاون مستمر وتشابكي، بمعنى أن هناك علاقة مباشرة بين أعمال العمل التخطيط التنموي ومختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى دور الأعمال العمل التخطيط التنموي في تقوية التنسيق والتعاون بين هذه الجهات، خصوصا فيما يختص بتنفيذ وتطبيق استراتيجية التنمية الوطنية والسعي والتوجه نحو تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030. بالنسبة للقطاع الخاص، هو قطاع حيوي ومهم جدا بالنسبة لرؤية قطر الوطنية أو حتى لاستراتيجية قطر، استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. القطاع الخاص ينظر له بشكل عام على أنه هو المستقبل لهذا البلد، وعليه دور هام جدا عليه القيام به، وكذلك هناك فرصة ممتازة لهذا القطاع للمشاركة الفعلية في التنمية بجميع قطاعاتها. القطاع الخاص طبعا هناك حوافز عديدة، سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد، ليشارك هذا القطاع ويسهم مساهمة فعلية في الإنتاج وفي نقل المعرفة وفي زيادة الدخل القومي. يعني هناك أيضا بعض المشاريع الموجهة بالذات لهذا القطاع، مثل قضايا التنويع الاقتصادي وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الأنشطة والمؤسسات القائمة على المعرفة، هذه كلها وغيرها تصب في صالح تشجيع وتسهيل وتيسير مشاركة القطاع الخاص في التنمية في البلد بشكل عام. بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص، هي مشاركة فاعلة، مشاركة أساسية. يعني القطاع الخاص هو القطاع العام طبعا هو المسؤول الأول عن تنفيذ الاستراتيجية والمشاركة فيها وجعلها واقعا ملموسا، وهو أيضا المسؤول عن تنفيذ تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وجزء من مهام الأمان العامة لتخطيط التنمية هو النظر في كيفية جعل القطاع الخاص أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تحقيق أهدافه الموضوعة وتنفيذ خططه، بل ووضع الخطط نفسها. فكل ما كان عندنا قطاع عام كفؤ ونشط ودايناميك، كل ما كنا أقدر على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بأكثر فعالية وبوقت أقصر. قطر طبعا تواجه هذه التحديات بكفاءة، وأعتقد أن الخطوة الأولى لمعالجة هذه التحديات هو بالحديث عنها وبالتفهم لها، ومما يمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها. وقطر طبعا يعني تتحدث عن هذه التحديات بشكل شفاف وواضح، حتى يعني نستطيع إيجاد الحلول لهذه القضايا وهذه التحديات. وأعتقد أن في قطر أثبتنا في الماضي أننا نستطيع مواجهة هذه التحديات بقدر عال من الكفاءة والقدرة على أن نكون عند مستوى التحديات. لكن هذه طبعا هذا لا يقلل من أهمية هذه التحديات وصعوبتها ولزوم مواجهتها بشكل جاد جدا. القطاع الصناعات الصغيرة المتوسطة طبعا قطاع مهم جدا، يساهم في عملية تنمية القدرات لدى الشباب القطري على الإبداع وعلى أخذ زمام المبادرة في إنشاء الأعمال وإدارتها وتطويرها وتحسين أدائها.
بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي والدخل بشكل عام، وكذلك تساهم في التنويع الاقتصادي في الدولة، هو هدف هام من أهداف رؤية قطر الوطنية، وكذلك المساهمة نتمنى أن تكون أكبر في موضوع مساهمة هذه القطاعات في الصادرات القطرية ورفع مستوى الإنتاج المحلي، وأيضا أن يكون لها دور أكبر في إحلال محل الواردات. طبعا دولة قطر تدرك وجودها في هذا الإقليم المضطرب بطبيعته، وتدرك أيضا أنها تعتمد بشكل كبير على مصدر وحيد للدخل، لذلك ركزت في رؤيتها الوطنية على التنويع الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية والتنويع في مصادر الدخل وقدرات التوظيف. وأحد الأمثلة على هذا هو التوجه نحو القطاعات الخدمية، وكذلك هذا بالنسبة للتوظيف، وكذلك الاستثمارات الخارجية بالنسبة لتنويع الدخل ضمن حزمة من السياسات الموجهة نحو التنويع والكفاءة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة. الاقتصاد القائم على المعرفة يعني يتطلب في الدرجة الأولى وجود أبحاث ومخترعات تناسب دولة قطر وتناسب اقتصاده وناسه، وقادرة على أن تنمي هذا القطاع وتجعل فيه قيمة مضافة عالية تجعله مستقبلا قادر على المساهمة الفعلية في الاقتصاد القطري، وجعل الاقتصاد القطري اقتصاد مميز ضمن منظومة الاقتصاديات الإقليمية. وأنا أعتقد أن بالاتجاه الذي نسير فيه الآن من حيث التركيز على الأبحاث في بعض القطاعات الحيوية أننا سنصل في النهاية إلى ما نرنو إليه. قطاعات الأبحاث الحيوية في دولة قطر الآن وفي المستقبل أعتقد أنها الآن يتم معالجتها والتعامل معها. الآن هناك أبحاث أعتقد وشراكات مميزة مع بعض الشركات العالمية في قطاعات التكنولوجيا والحاسبات وكذلك قطاعات الخدمات الصحية الفنية المتعلقة بها، وأعتقد أن هذا يعني هناك تقدم جيد حتى الآن، ونطمح ونتطلع إلى تطور أكبر، خصوصا إذا علمنا بأننا في هذا القطاع نملك القدرة والإمكانية، بالإضافة إلى وضوح الرؤية والدعم المباشر من على السلطات.